سعيد صالح الله يرحمه نجم كبير محدش يختلف على موهبته الفنية، ولحد النهاردة الناس بتفتكر له أدواره المهمة في المسرح أو السينما. السوشيال ميديا كل مدة بتكرمه ببوستات تتكلم عن موهبته الكبيرة، عشان كده محدش وافق يشوفه يتهان وهو مش معانا في الدنيا. الموضوع إن الفنان فكري صادق غلط في سلطان السكري وهو قاصد ومتعمد. الراجل طلع في برنامج لميس الحديدي ضمن الناس اللي اتكرمت عن مجمل أعمالها في مهرجان الدراما. فكري كان بيحكي عن بداياته الفنية وعلاقته بعادل إمام اللي كانوا أصحاب من الستينات أيام الصعلكة والفقر، وقبل ما يبقى زعيم قال إن فرصة عمره كانت في فيلم سلام يا صاحبي اللي كان طالع فيه بدور الضابط اللي قبض على مرزوق وبركات في قضية نصب. المهم فكري كان بيتكلم بحماس عن عادل إمام والعكس عن سعيد صالح بدون مناسبة. قال إن نجاح فيلم سلام يا صاحبي كان بسبب وجود عادل إمام لأنه فنان مش هيتكرر، لكن سعيد صالح بالنسبة له ممثل عادي وفي كتير زيه. زملاء فكري اللي كانوا حاضرين الحلقة حاولوا يصلحوا كلامه زي الفنان مصطفى دمرداش والفنان قيس عبد الفتاح، كانوا بيقطعوه علشان عايزين يتكلموا عن قيمة نجم كبير زي سعيد صالح اللي فعلا كان ليه دور مهم في المسرح الكوميدي. بس فكري قطعهم وقال دي آراء ووجهات نظر. الحقيقة إن فكري ما كانش عامل حسابه إنه جمهور سعيد صالح لسه كتير قوي ومش منسي خالص، بالعكس لسه عايش بخفة دم وحبه للفن لحد دلوقتي. وأول ما نزل فيديو هجومه على مرسي الزناتي الناس كلها هجمت فكري وردت اعتبار أبو السلاطين. كان باين قوي في الحلقة إن فكري صادق واخد موقف شخصي من سعيد لسبب مش معروف. فعلا سعيد صالح ما كانش مجرد ممثل كوميدي وخلاص، ده كان ممثل وصاحب رؤية وفنان حقيقي طلع وسط الناس وفضل لآخر يوم في وسطهم يفن ويتجنن ويلحن ويغني. صحيح عادل إمام بقى زعيم الكوميديا، بس سعيد صالح هو سلطانها المتوج اللي محدش هيعرف يملى ربع مكانته في قلوب الناس. هند سعيد صالح بنت النجم الكبير معلقتش على اللي حصل، بالعكس انبسطت واتطمنت لما حست ان ابوها ساب لها ناس كتير قوي ترد عنه في غيبته، اللي قالته انها مش هتعلق وكفاية تعليقات الناس اللي قالت لفكري كلام صعب قوي. سعيد صالح هو المادة الخام للضحك، هات كده كلامه وقوله بطريقتك هتلاقيه عادي مش بيضحك، بس بصوت سعيد صالح هتقع على الارض من الضحك، وده الفرق بين الموهبة واللي ما عندوش موهبة عادي. إمام كان عارف قيمة صاحبه كويس وكان عارف إن سعيد هو النص التاني اللي بيكمل توهجه الفني، علشان كده كان ظهورهم سوا بيفرح الناس. وسلام يا صاحبي بدون سعيد صالح ما كانش هيتصدق، مفيش ممثل مرتبط باسم عادل إمام أكتر منه. في حد ممكن ما يحبش سعيد صالح غير فكري صادق طبعاً؟